ليش هيدي الحالة صعبة، صعبة على الأهل، صعبة على الأولاد. مهم كتير إنه نكون نحن مع بعضنا إيد وحدة لحتى نساعد كجمعيات وكمجتمع مدني وكأفراد كمان، إنه نقوي أكثر، ندعم أكثر الأهل، ندعم أكثر الأطفال، لأنه هن بحاجة لمراكز، لأساتذة، لتوعية، لهذه الأمور كلها بتطلب مجهود من الكل، ونكون نحن كلنا إيد وحدة لحتى نوقف قدام أهالي الأطفال التوحد، ونكون معهم حتى نتساعد على الأشياء الصعبة اللي بنتخطاها سوا.